أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. بيّنت لجنة التخطيط الاستراتيجية البرلمانية أن ارتفاع عجز الموازنات العامة للبلاد يرجع إلى عدم وجود رؤية حكومية حقيقية. فقال عضو اللجنة محمد كريم إن مشروع قانون الموازنة يتم إعداده في ظل غياب خبراء التخطيط الاقتصادي، مبينا أنه يعد من قبل موظفين يعتمدون على أرقام تخمينية وتقديرية بعيدة كل البعد عن الواقع. وأضاف محمد كريم أن أغلب الموازنات وهمية وغير مدروسة بشكل صحيح. باعت شركة تسويق النفط سومو مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في أيلول سبتمبر إلى يونيفيك بعلاوة تصل إلى 1.26 مليار دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي. وأقلت وكالة رويترز إن سومو باعت مليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في سبتمبر أيلول إلى بيترو دايموند بعلاوة تزيد عن 1.06 مليار دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي. هذا وباعت سومو مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في آب إلى شيل بعلاوة تزيد قليلا عن دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، بينما باعت خام البصرة الثقيل للتحميل في آب إلى بيترو دايموند بعلاوة تقترب من دولارين للبرميل. خسرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أكثر من 8000 ميجاوات جراء حريق شب بأنابيب محطة كهرباء الهارثة بالبصرة. أضافت الشركة أن عطلاً وصفته بالفني حصل في عموم منظومة الطاقة الكهربائية في العراق أدى إلى تلك الخسارة في التيار الكهربائي، لافتة إلى ضرورة الترشيد بالأحمال بسبب الضغط الكبير والحاجة الملحة بالطاقة الكهربائية. هذا ويعاني القطاع الكهربائي برمته في العراق من أزمة كبيرة مستمرة منذ سنوات تتمثل بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، رغم الوعود الحكومية المتكررة بالعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة. كشفت مصادر مسؤولة في مصفى كربلاء أن الغالبية العظمى من عمال المصفى هم من الأجانب. وقالت المصادر أنه من أصل نحو 24,000 عامل من مختلف الجنسيات يعملون في المصفى، يوجد فقط 1,600 عامل عراقي، حيث خالفت الشركة الشرط القضائي بأن تكون نسبة العمال العراقيين 60%. وأكدت المصادر أن المحافظ الحالي سيف الخطابي ونائبه علي الميالي والمحافظ السابق عقيل الطريحي لديهم شركات لتوظيف العمالة الأجنبية بالمصفى، أغلبهم إيرانيون وهنود وبنغلاديشيون يتقاضون على العامل الواحد أكثر من 300 دولار من أصل 800 دولار تعطى للعامل الأجنبي. قالت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى أن التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة في حزيران عام 2014 والعمليات العسكرية التي رافقته تسبب بكارثة غير مسبوقة على الزراعة والفلاحين بالمحافظة. وقال رئيس اللجنة حق الجبوري أن أكثر من 7,000 دونم من البساتين ومزارع العنب دمرت بالكامل، وفقد نحو 3,000 فلاح مصدر رزقه في العمليات العسكرية التي بدأت عام 2014، وخصوصا مناطق شمال المقدادية التي تعد أكبر حوض زراعي في ديالى. وأشار الجبوري إلى أن ملف العبوات والألغام لا يزال يمثل خطراً جدياً على أرواح الفلاحين ويمنعهم من القيام بأعمالهم ويتسبب بزيادة خسائرهم. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.